واصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 441 قضية تمونية بمضبوطات بلغت 142 طن، وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 58 طن، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 84 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 713 قضيه من بينها 65 قضيه خبز ناقص الوزن و58 قضيه خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومه توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 19 قضيه بمضبوطات بلغت 116 طن اقماح محليه